جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أعرف بعض الأخوات وأنهن لا يصلين ولا يرغبن في لبس الحجاب، كيف تكون النصيحة معهن والتوجيه؟ جزاكم الله خيرا. إذا عرفت عن أحد من النساء أو عن واحدة من النساء تساهل في أمور دينها أو التساهل في الحجاب، فإنه يجب عليك النصيحة فيما بينك وبينهن، والموعظة الحسنة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. هذا هو الواجب عليك نحو أخواتك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.